مثل كل اسبوع سهرة عمر بحلقة جديدة. مساء الخير مشاهدينا لكم، نحن وياكم بهالسهرة يلي دايما بتاخذنا لنجوم من لبنان، بنحب نعرف اخبارهم، بنحب نعرف اسرارهم معهم، بنرجع بالزمانات واكيد محطة مع الصحافة، محطة دائمة. بهالمناسبة وقبل ما انطلق بحلقة الليلة اسمحوا لي اشكر كل الصحافة اللي عم بتواكب البرنامج، اللي عم تنشر ارتكلز، اللي عم تكتب، اللي عم تنتقد نقد بناء طبعا، واكيد كل الصحافة اللي عم تثني على عملنا عبر شاشة تلفزيون لبنان، ومنهم تحية لكل فريق العمل يلي بكل حب بيكون عم يعمل انتاج لكل حلقة اسبوعيا. شكرا من القلب لكل شخص هو من عيلة سهرة عمر. الليلة حلقتنا غير، لأنه معها بتحلى الجلسة بعفويتها، برقتها وبهضمتها. الحلقة دايماً بتكون معها غير شكل. لما نحكي عن عملها منكون عم نحكي عن إنسيابية بالتعاطي، بتفوت على القلب من دون أي استئذان. بالكوميدي هي رب الكوميدي، وبالتراجيدي كمان هي قادرة تدخل على العمق، قادرة تضحكنا وقادرة تبكينا. أنت مين؟ هي جوليا، هي ثلاث ستات بمجدرة حمراء، هي ممثلة، كوميديان، إنسانة قبل أي شيء، وفنانة بكل ما للكلمة من معنى. كل هود البهرجات السخيفة اللي ما لها طعمة، الأشياء يلي بيطلعوا لها النجوم والفنانين والأوقات والتكبر، هي بعيدة كل البعد عنهم، لأنه هي هالقد حقيقية ومنا مثل البقية عندها هيدا السخافة بالتعاطي مع الشهرة. شهرة هي إضافة لها، لحياتها، لعائلتها، لفنة. الليلة كتير مبسوط إنها ضيفتي، وخاصة إنه مسرحيتها إلى سنة عم تنعرض بتياترو فيردان وما زالت مستمرة مجدرة حمراء. عم بيكون في إبداع على المسرحية. معنا الليلة لحتى نحكي أخبار جديدة، نحكي أسرار، نحكي أشياء لأول مرة تنحكى ونرجع معها بالزمانات لورا. هي نجمة بالوسط الفني اللبناني منفتخر فيها، ممثلة وهي فنانة بكل معنى الكلمة، الممثلة أنجو ريحان. خليكي 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 خليكي. طبعا ميرسي كثير، ميرسي كثير، شو هالتلقائية، شو هالعفوية، ميرسي. يعني أنجو ريحان إن ذا هاوس، شو بدي أقول؟ تلفزيون لبنان بالنهاية بيتنا، بيتنا الثاني، وأنا مبسوطة كثير إني معك بالتحديد شادي، ثانك يو. يعني سهرة عمر بيكبر بوجودك، لأنه كلنا منحبك وكلنا منفتخر فيك وكلنا بناخد هالأنرجي تبعك الحلوة، الروعة، البوزيتيف. أنجو، من وين بتجيب هالأنرجي الحلوة؟ ما بعرف، خبريني. لك بجمعها خلال النهار. إنه لك بس تكون واحد، يمكن طفولة بتأثر، يمكن الحياة بتأثر، بس إنه هي الحياة يعني، فحلو تعطي شوية أنرجي وتاخد كمان. باخد أنا، أعطيني. ها هلا قديش؟ هلا اعطيتني لساعة، عم بحاول اعطي، اعطيتني لساعة ونص هلا. هيدا اعطيتها شحنة لاربح الحلقة. شو بدي اعمل؟ انجو اهلا وسهلا فيكي. ثانك يو. نورتي رمضان الماضي بانت مين، كتابة كارين رزق الله، مع كاست روعة، كلكم كنتوا بتجننوا منورين. مجدرة حمراء على تياترو فيردان بقلب بيروت، الهوى جنوبي والهوى فيه كل الحب بمجدرة حمراء. بعد سنة، بعد في إقبال، بعد في حجوزات، بعد في إبداع ونجاح. أدي هيدي شغلة بتعني لك؟ أدي هيدي الإيجو تبعك كفنانة بتعبي لك؟ لك وصلت تقريبا لقاعدة عامة من دون فلسفة. إنه بس تكون عم تشتغل على شيء من كل قلبك وتتعب عليه وإنت تحبه، لابد من إنه يوصل. فمجدرة حمراء عن جد اشتغلنا لها من كل قلبنا، أنا ويحيى، ونص وتمثيلا، ومبسوطة كثير إنه العالم بعد عم تسأل عنا. وإذا بدك عن جد كل عرض هو لعرض، يعني كأنه أول عرض، لأنه كل جمهور بيعطيك وبترجع بتاخد منه، فكتير مبسوطة، وأنا مبسوطة بالشي اللي عم بعمله، ومبسوطة أكيد بردة فعل الجمهور. رح نحكي بتفصيل عن مجدرة حمراء على كل حال، ولكن أنجو بس نمرق على الحياة الفنية والعملية تبعك. منشوفك بخانة الكوميدي،
البرامج الساخره يلي فيها مرايه المجتمع ويلي هي من اهم المحطات يلي ممكن تنعمل، وانت كنت بذكاء عملت اختياراتك وكنت بموقعك بالبرامج الذكيه كمان وبالبرامج اللي كانت نمبر 1 يعني لما نحكي عن ما في مثله، لما نحكي عن كمان قبله على الفيوتشر لا يمل بنكون عم نحكي عن برامج كوميدي نمبر 1. أداة الكوميديا، أداة هذا الهم يلي بتنقليه من خلالهم بيعنيك كإنسان كفرد من هذا المجتمع، لأنه في عنا أوقات وجع بمجتمعنا اللبناني وبرضه بنضحك عليه. أول شيء إذا بدك هي الكوميديا بحد ذاتها هي شوي صعبة إنك تقدر توصل الرسالة من دون ما تكون لا أنت كراكوز ولا عم تتمسخر حدا أو تقلل من احترام حدا، ومن دون وبذات الوقت محافظ على هيدا الخط الرفيع اللي هو بين الابتزال وبين إنك توصل الأشياء بجرأة. فدجا الكوميديا كانت مخوفتني أول شيء، وأنا خاصة خريجة الفرع الأول بالجامعة اللبنانية، قال نحن كتير جديين كنا كتير هيك دراماتيك ولازم يكون في شيء كتير وفي رسالة كتير كبيرة وفي كوربورال كتير قوي بده يتقدم طبعا. فكان هيدا الشيء مخوفني انه تقدر عن جد تعمل شيء ويكون هالقد سلس، وهن بالتحديد الفريق انه كنت احضره من ايام الاسال شيء، ما كنت متوقعه انه انا اكون حدا بيناتهم. كنت احضره يعني من ايام طفوله. ايه ما انا كثير صغيره، انا بلا نحكي على الاعمار هلا. فكان بحد ذاتها تجربه من اكثر القرارات يلي كثير فكرت فيها اني ادخل اول شيء فيها. وبعدين من بعد ما نوعا ما حسيت حالي صرت جزء من الجروب، ايه حلو انك تضحك العالم، وهيدا الشيء بخلي انه وين ما روح باي مكان إن كانت العالم اول ما بتشوفني تضحك او بتقلك يعني جميله او بتقلي جميله او بتضحك انه يي، فبتحس كانه ما في جدار مكسور يعني بين العالم. وانا اجمالا بحب العالم فما عندي اشكال، بيعطوني حب بعطيهم فوادو يعني، بس حلو هيدا الشيء. ما تكذبي على الناس، انت حدا متكبر، حدا بعيد عن الناس، حدا شايف حاله. مين فاكره حالك انجو ريحان؟ عن جد ليك هي بتعرف شو، اذا بدك الصراحه هي قد ايه انت مرتاح مع حالك. لما تكون عن جد مرتاح مع حالك قادر تعكس هيدا الشيء، ولما تكون مش مرتاح بتضلك حاسس حالك انه انت لازم تكون نوعا ما هيدا. ف لا مش حرزانه هالقد. شو بتعني لك شهره؟ ليك بتساعدك مرات، بتساعدك بتفتح لك بحيلا شيء هيك بالحياه، بتسهل لك امور بس يعرفوك مثلا انه هي تفضلي لقدام. هلا انا اجمالا بعكس الدنيا كلها وصايد، انا لا بيعرفوني حتى البنك مش عامل دعايه للبنك مطرح ما انا ساكنه، باخذ رقم وبقعد بنطر مثل غيري. رح نعمل فيرسيون تاني، بنطلب منهم ساعتها يعطونا سبونسرشيب اذا دفعوا من برا تاني فيرسيون. البنك اللي بتتعامل معه بيقطع تحت على الشاشه، واذا ما دفعوا بنطمش عليه. حيدفع؟ ما حدا حيدفع علي خاصه بالوضع اللي كثير متاملين منه خير للأسف. يعني فكيف الشهرة تستغل الشهرة؟ الشهرة لك سيف ذو حدين. أنا إجمالاً لأني بحب العالم وبحب، بس بمحلات يمكن ممكن إنه شوي، خاصة إذا كان معك الأولاد وهيك بتحس إنه منك قادر تلبي العالم وتلبي محبتها. بس بالنهاية الشهرة لا بحبها، لأنه شهرت في شيء أنا بحب إنه يبرز. مش شهرة على الفاضي أو شهرة بابتزال طبعاً. فبمحل ما كل شيء له بحس شهرة الكوميدي بتحط البنت بخانة معينة، لأنه عادة بالبرامج الساخرة الكوميدية بنشوف مجموعة 3-4 شباب بكون معهم بنت أو بنتين، لا مش انه عادل ونعيم وعباس وانت وروح، لا ما قصدي هيك. ودائما البنت محطوطه بهيدي الخانه، البنت الحلوه الغبيه اللي سنشوال سكشوال. معك انت تحديدا، اكيد تحيه لرولا طالما عم نحكي عن الفرقه، ولكن معك انت تحديدا سابقا قبل يعني لما كنتوا مع بعض القصه بتتغير كليا، في ذكاء في حنكه بالتعاطي مع السكتش مع فريق العمل. قد ايه هيدي الشغلة بدها بعد نظر ومنفكرها سهلة، الناس بتفكر الكوميدي سهلة، بس قد ايه كنتوا تتعذبوا لحتى تطلعوا بطبخة سكتش أو الحلقة؟ لك بحس بالنهاية كل شخص بكل وضوح بيكون بيعرف شو عنده نقاط قوة وشو عنده نقاط ضعف، وأي شخص بده يشتغل بهذا الحقل فن السابع أي شخص بده أو فنون العرض إذا بدك بده يبرز، بده يبرز كل النقاط القوة اللي عنده. ففي اشخاص بتفرجي بتجرب تفرجي نقاط قوه
يمكن اذا بدك خارجيه، في اشخاص بتجرب تفرجي داخليه. انا بحكي عن حالي انه انا كوني خريجه جامعه وانا دارسه هيدا الدومين، فاكيد بدي فرجي كل المهارات يلي عندي. هلا الشكل الخارجي في التباس حوله، انه وين بيخلص، وين ببلش، وين عم نعرض مفاتننا، وين عم نفرجي حالنا ونفرجي شو نحن عن جد عم نوصل. تمثيليا اذا انا عم بلعب دور معين بكون عم بلعب هيدا الدور، بكون عارفة والعالم والجمهور بيكون في تواطؤ معي انه انا عم بلعب هيدا الدور. بس انا كشخص كيف بدي اطلع، اكيد بقولوا لي كل مقام مقام مقال بالنهايه، وبذات الوقت لازم انا طالعه، انا ممثله طالعه فرجي موهبتي بما في مثله، فتحوا لنا هيدي المساحه. بشكرهم وبقول لهم انه اشتقت لهم كلهم فردا فردا، هيدي عائلتي لمده 8 سنين. ادائكم يعني هلا مفترقين عن التصوير، عن الانتاج تقريبا شي سنه ونص، تقريبا شي سنه وشوي، شي سنه ونص تقريبا. بعدنا على تواصل، بنسلم على مع بعض. مين اكثر شيء على تواصل؟ عادل شفتك معه بقبل رمضان، وقتها كنتوا بالحلقه اللي كنتوا عم بتسوقوا فيها للمسلسل، كيف علاقتك مع عادل كرم اليوم؟ رائعه رائعة رائعة، وبعدنا على تواصل وكل ما يصير. حبيتي ببيت الكل؟ أكيد، وطلعت معه وكانت من أحلى الحلقات. يعني عادل هيدا ملعبه، وهلأ هو صار مرتاح، يعني بتحسه للشخص أنه لما أكون عم يعطوا، لما أكون مرتاح بكون عيونه مضويين. بسطت كتير بالحلقة اللي كانت، وبعدني على تواصل، كل ما يطلع بشي منبارك لبعض، نتواصل مع الكل. على فكرة مع الكل في مسافة. هلأ أكتر شخص عم بحكي معه هو نعيم. نعيم حلو. بعدنا على تواصل، خاصة هلا قراب شوي. في شيء عم يتحضر انت ونعيم او لا؟ ليك منضل نترشق حكي صرنا هلا بيكون عم بس فعليا جاي لعندي بعد يومين مفترض، منضل عم نشوف شو معقول نعمل، لانه عبالنا نرجع نكفي، لانه هالقد هالقد بنحس بنلبي بعض وبنفرش لبعض. سو في كثير افكار. عباس على تواصل انا وياه. حضرتي له ساعة ونص وخمسة؟ لا ما صار لي. لا بعتقد ما صار لي. لك مع ولدين صغار ومع مسرحية مرة أو مرتين وبخلال تصوير، بس هلأ لازم رولا شمية أصدقاء أكيد. أنت وياها أكيد رولا حبيبتي أكيد. بعدكم على تواصل أكيد أكيد. من بعد ما تزوجت كمان برجع ببارك لها وبقول لها مبروك، وهلا بعرف انه عم تحضر شيء، بس هي لازم تفصح عنه، عم تحضر شيء وبتمنى لها كل النجاح، بتستاهل. لانه بتتمنى ترجعوا يعني من بعد كل المشاحنات اللي عم بتصير، كل الاشياء اللي عم تطلع على الاعلام، خاصه ما بين رولا من ميل وما بين الفريق من ميل آخر، وعادل تحديدا والبروديوسر طارق كرم وكمان المخرج ناصر فقيه. تتمنى أنه ترجع المياه لمجارية تتدخلي أو لا؟ أنت من الأشخاص يلي ما بتزج حالك بمكان يمكن. ليك أنا بحس هو الموضوع أكبر بكتير مما هو عليه، يعني يمكن هو اذا بده يكون في يمكن اختلاف بشيء، وانا صراحه ما فتت ما اعرف التفاصيل، بس ما في هالقد شيء مهم. يعني لو كنا بعدنا عم نشتغل مع بعض كان دغري بس تطلعوا ببعض انه معقول انت معقول انت، وكانت خلصت الخبريه. بس يمكن اخذ الموضوع اكبر من حجمه، البعض البعض بيعمل شويه جفا، بس بحس اذا يمكن رجعنا اجتمعنا بتقول، لانه في 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 خبز وملح، وفي في في تاريخ، وكلهم طيبين وكلهم بيضمروا لبعض خير اكيد. وهذا الشيء لما يكون في طينه طيبه دائما بيكون في نوايا منيحه. يمكن مثل ما عم تقولي الاعلام كبر الموضوع اكثر، لانه بدهم سكوبات، بدهم يبنوا على شيء، وهلا خاصه نحن بهيدا العصر يعني كل بتفوتي بهيدي اللعبه عنه. انت ابدا. أنا بفضل أعمل شيء مقتنعة فيه وبحبه، قصدك عن أي لعبة سكوبات وهيك؟ يعني هي لعبة سكوبات، لعبة إنك أبداً تفوتي بمشاحنة مع حدا لحتى ينحكى باسم أنجو أكثر. بعيد كل أنت بتشوفني هيك أصلاً أنت؟ أنا أكيد بشوفك هيك من هذا السؤال، من هذا المنطلق. ولا بأي شكل. ليك أنا عن جد حتى ما بعمل شيء، لا مثل في أشخاص، لك كل واحد عنده مساحته وعنده حياته. في منهم عن جد بحسوا حالهم صاروا كتير بعاد، مش عم بحكي عن اكيد عن الفريق، عن 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 تجارب كثيره لكثير عالم. كل واحد عنده تجربته، العالم بتشوف، العالم في حتى بتحب هالقصص. بس انا بس كون عندي شيء، هلا لو ما عندي مسرحيه وعبالي خبر العالم عنها وعبالي، وخاصه معك وهيك، ما بطلع الا لاطلع اقول شيء، مش بس كرمال هيك بتقولوا كركعه بلا طحين اكيد يعني. وفي تحضيرات لمسرحيه جديده بلشوا ريهرسلز، رح نحكي بعد شوي. على كل حال رح نفوت انجو على بريك اول، من بعده بدي احكي عن انت مين. هالتجربه اللي كانت استثنائيه، وكثير مبسوط من كل قلبي لإلك اني كنت جزء من هيدا العمل، وكل شخص كان فيه كان اضافه لإله، من جوليا قصار، من عايده صبرا، من استاذ نيوتن اولى دانيال، من شرب الزياده جوزك بالفيلم، من عمار شلق، من كل شخص كان موجود، واكيد كارين رزق الله بنوجه لها تحيه. رح نحكي عن انت مين، رح نحكي عن مجدره حمراء اللي بعدها مستمره بنجاح كثير كبير،
رح نحكي عن جوليا كمان، اسمي جوليا ورح نحكي عن جديد عم يتحضر. بريك اول بحلقتنا مشاهدينا، بنرجع نتابع نحن وياكم سهره عمر بالقسم الثاني مع نجمتنا بهالحلقه الممثله أنجو ريحان. متابع حلقتنا نحن وياكم مع The one and only أنجو ريحان. أنجو مرتاحة؟ كنت عم فتش على برومتر وينه؟ ما في برومتر. اسم الله عليك. إذا بدك تمدح بالعالم خشب. العالم كمان بدها تمدح فيك حبيبتي. عن جد ليل جدا الأشخاص يلي هالقد يعني هيدا الشيء اللي عم تشوفوه حاليا هو بس جاي من هون، لا من هون ولا من شيء هون أو هون أو هون. برافو عن يعني جد. ليك بتلفزيون لبنان مدرسة، بتتعلمي تعملي شغلك صح، هيدي اهم شغله بحملها معي لكل العمر. ميرسي على الكومبليمون. هلا بصدق حالي بعد شوي. لا كثير حلوه. صدق. لكن كمل. هذه شهره بالنسبه لك؟ نعم. بتفيدك؟ بتحس انه الشهره زادت عليك او نقصت؟ لا صراحه انا اضافه لهذه الشهره أنجو. بكل تواضع. انت اضافه لش أنجو ريحان، انت اللي اضافه لشهرتك، لانه شهره هي مثل ما انت بتعتبري هي الماتير دو باز يلي هي اضافه للعمل. بتضوي وبتطفي بسرعه. بتضوي وبتطفي، ما هي الاساس. اكيد. أنجو ريحان قد ايه ضويته وما طفيته برمضان؟ انت مين؟ خبريني كيف بلشت الخبريه؟ بلشت لانه أنجو بالام تي في اخذناها، او أنجو لا لانه كارين اتصلت فيها وكان عبالها تعمل دراما وقالت ايه؟ شو الخبريه؟ النص الثاني شوي من الاولى. لك هو انا وكارين التقينا يمكن مره او مرتين. أنجو وكان عبالها اني اشتغل معه وكنت ساقه بتحب لي. سو قطع سنين ورجعت بمورا المسرحيه، رجعنا التقينا. أوكي. مسرحيه مجدره حمراء، فحكيتني وانا كنت عن جد ساقبت، بتحس مرات كانه كل الطرق بترجع بتلتقى مع بعضها يعني. خلص everything happens for a reason. عن جد سبحان الله. ما في مثله. وكان عبالي اني اعمل خطوه لذيذه بهيدا المجال وافتح على الدراما، وصار عندي وقتي كمان، اولادي كبروا اذا بدك. وبس حكيتني كارين كان هلا خلال هالفتره كان عم يجي، اجاني اكثر من نص وكذا، في امور كثير ما كانت بتشبهني ومش عم بحكي تحكي، بس عن جد كنت عبالي انه اعمل شيء يكون بده يعطيني اضافه طبعا. فبس حكيتني كارين وبعثت لي النص، قلت اكيد. عملت لك بريف اول شيء او بعثت لك النص؟ شو اللي شفتي قبل؟ لا قالك اول شيء انه عندي مسلسل هلا لرمضان وعبالي اني تكون دغري. اول شيء قلت لها بعثي لي نص، لانه عارفه وعارفه كتابه كارين وحضرتي لها قبل. حاضره شيء قبل؟ اكيد. قلبي داق مش انا؟ شو عم عد مسلسلات يلي انت شايفها؟ شو حاضره؟ قلبي داق مش انا. عن جد انت لازم تنسال بهيدا الشيء. شفت قد ايه النص كثير مهم، النص كثير بيساعد الممثل بيك تايم، يعني قد ما جرب، لانه بكل بساطه انت جايه عم تلبس دور وعم بتقول نص والعالم بدها تصدقك، بس النص كثير بيلبق لك وحاسه بيشبهك، حيبين تمثيلك حقيقة. أنجو ما التقيتوا كثير انت وكارين قبل المسلسل، علما انه هي بالمسلسل انتم كثير قراب، التقيتوا اون سيت، كان في كليك كثير حلوه، لانه قد ما نكون ممثلين بروفيشنالز وقد ما نكون بنعرف وي فيك ثينجز، بس اني مثل اني بحبك على الكاميرا ورفيقتي وبعرفك من زمان، صعب اني ابين هالحقيقيه. كيف اشتغلتوا على هذا الموضوع وكيف عالجت النص من خلال دورك انت؟ اول شيء اذا بدك حبلش من الاخر للاول. النص بس اجاني قريته، وانا بتجربتي مع يحيى بخلال هالمسرحيتين صار عندي كمان غير اذا بدك ابروش تجاه الدور، فاشتغلت على الدور حتى هيك حكيت مع يحيى فيه كيف بدي اعمله وكذا، وكنت بذات الوقت اذا بدك انه ناطره لنلتقى انا وكارين، لانه ثلاث ارباع المشاهد انا وياها وهي علاقتها الباز تبعها هي وكارين. من اول ما التقينا على الست من اول مشهد كثير حلو، وعن جد لحسن حظي انا بالتحديد. بتتذكر شو هو اول مشهد صورتوه سوا؟ اول مشهد بالمستشفى يلي هي يلي بتكونوا بتروحي لتنتحر. بالضبط بالمستشفى. بالضبط كانت عتخت، هيدا اول المشاهد. وما كنت عارفه انه عن جد حيركب هيدا الشيء بشكل هالقد سريع، كثير حتى نحن تفاجئنا، يعني بعرف كثير ناس بالوسط وفي ناس بحبوني كثير برات الوسط واشتغلت انا، بس هيدي كانت اول مره بهالقد سرعه ركبت انا وياها، وبالاخر صرنا مزعجين للغير، يعني صار انه شيلوهم عن بعض انه خلص روقونا، بيخلص المشهد بنضل عم نكفيه،
هالقد صرنا عبينا يعني بعد شوي حناخد المسلسل كنا لغير محل، هالقد كنا عم نتسلى، هالقد كنا عم نفهم مع بعض، يعني كنا ما نتفق على شيء من دون اتفاق، مجرد مثلا ما انه اعمل لانه تقومي خلال ما بكون متفقين خلص تفهموا على تعمل لي شغله ثانيه اعملها، كان كثير سريع وهيدا الشيء الحلو. وكانت اول مره انا بلمسه انه من بعد ما صار هيدا الشيء رجعت شفت انه العالم هالقد حبتنا مع بعض، يعني عن جد الصدق ببين. صحيح. فكان كثير لذيذ. صحيح روعه. وعن ثنائيتك مع شربل زياده؟ حبيبي شربل، حبيبي كثير حلو. اول شيء شربل هو على فكره اشتغلت انا وياه قبل، حكينا كثير على التليفون، قررنا انه تقريبا كيف يكون التوجه حتى ما يكون كل واحد عم يبحبش بغير محل طبعا. يعني فكنا نصدق بعض يعني بمحلات انه ايه، في مره في مشهد بكون حاطط اجره، كنت خلص عملنا كات، هو اجره للمريضه يعني عملنا كات، فقد ما مصدقين بعض لا شعوريا كنت بدي شيله. قال لي انجو فاين. هالقد كنا مصدقين، هالقد كنا مقتنعين بمحلات ايه كنت اكرهه يعني نخلص المشهد حتى في مجيت كان بس يخلص بربس كنا هيك عم سبسب له بقلبي، يعني انه قد ما بكون معصبه منه خاصه انا وظاهره اظهر من الكاد ابقى عم بربس لتاني اوضه يقولوا لي انه خلص خلص هالقد كنا مصدقين. شربل من الفنانين والممثلين الحقيقيين مثلك انت يلي ما عندهم تكلف ما عندهم تزلف، شربل صديق وزميل وبيعطي من كل قلبه. هيدي في شغله هيدي بدي اضيفها انه غير انه نحن كلنا كنا دارسين تمثيل، كثير حلو لما الممثل يكون هلا بتعرف انت التقنيه لما بيكون الكلوزك وهو واقف حد الكاميرا طبعا، وبيعطي مرات اكثر مما بيعطي على كلوزه، لانه مجرد ما انه عطاك احساسك حيعطي فوا دو فوا فواديس كمان. عندك ممثلين لانه للاسف اللي معتبرين حالهم نجوم على كلوزيت غيرهم بيعطوا كلوزيتهم بيرجعوا هن بيروحوا ببلشوا يحضروا حالهم للمشهد الثاني، مهمين كثير بيكونوا كل واحد على قده طبعا. انجو بالعمل اليوم من بعد انت مين بتفكري مرتين لتقولي ايه على نص؟ ايه شو اللي بيغريك اليوم؟ نص اولا، نص او الشخصيه؟ ايه ما هي نص ودوري بهيدا النص، دوري قد ايه كان بحد ذاته كان صغير ولا كان كبير، بس قد ايه انا حيعطيني قد ايه حاعمله وانا احبه والعالم تحبه من جهه، والنص ككل، وبيرجع ثالث شيء مع مين عم مثل طبعا العوامل الثانيه الحلقات الكل تبع السلسله. واذا يحيى جابر بيدق لك بيقول لك في نص على عميانه بتقولي ايه؟ اكيد يحيى جابر مساء الخير. هلا. مخرج بنحبه وبنفتخر فيه، مخرج مجد وكاتب مجدره حمراء، شو اخبارك يحيى؟ انا كثير سعيد، انا قاعد بعم شيت عم طلع على البحر ومبسوط. شعبالك ميالك. المخرج يحيى جابر، لما نحكي عن انجو ريحان من بعد اسمي جوليا ومن بعد مجدره حمراء اليوم، كيف العلاقه بالعمل مع انجو؟ شو اللي انجو قادره تعمله ما في مثل تانية بتقدر تعمله مشان هيك انت عم تتعامل معها للمره الثالثه؟ انجو اول شيء بيخطر على بالي فكره العفريتي، يعني العفريت. يعني هيك عفريت شخصيات، امراه تتنقل بشغلها من حاله دراميه لحاله كوميديه لحاله حالمه لحاله شاعريه. عندها كثير مخزون تمثيلي هائل، تستطيع ان تجسد عشرات الارواح يعني احيانا خلال دقائق، ودليل على ذلك مجدره حمراء تنقلاتها يعني من شعور لشعور، من حاله لحاله، من موقف لموقف، من ضحكه لدراما، حتى ارتجال، ستاند اب، بتوقف بتضحك بتضحك بتبكي بتبكي بتحكي بتشكي، امراه حاضره على خشبه المسرح، المسرح بيلبق لها كثير. وهي بتلبق لاعمال يحيى جابر كمان. يحيى خبرني بالعمل الجديد اللي عم بيبدا ريهرسل لإله، قديه صرت تعرف تفاصيل بانجو؟ قديه صرت كمان قادر تنحت ايموشنز جديد، مشاعر جديده، جوانب جديده تكتشفهم؟ صار في هيدي التلقائيه بالعمل بيناتكم، انتم اليوم باي مرحله فنيه؟ كيف علاقتكم الفنيه وين؟ هائلة طبعا بالذروة، يعني مش مزيد من الكشف والمغارة من الشخصيات الموجودة. بعتقد العمل الجديد هو يختلف تماما عن العملين السابقين جدا، يعني ما له علاقة أبدا، وهالمرة الانطلاق إلى حالة أخرى هي شو يعني الحب؟ شو يعني الزواج؟ نعم. شو يعني الحلقات العاطفية؟ شو يعني نحن على محل بعيد تماما
عن انا اللي اشتغلت سابقا، ومع انجو حتروح بمغامره جديده على مستوى يعني التمثيل يعني. يعني لما نحكي عن هيدا التعاون، بسؤال اخير يحيى، اليوم بنظرتك كونك انت من الاشخاص النخبويين بالعمل، خليني اقول كثير بنفتخر بشو عم بتقدم، لما تطلع اليوم ان كان على الدراما اللبنانيه، على الانتاج السينمائي، على المسرح، اليوم كيف تقييمك انت، كيف نظرتك انت لهالثوره يلي عم بتصير ما بين الجيد الافضل والاقل جوده، كيف تطلع على هالمواضيع؟ يعني بالنسبه يعني هلا عم تمرق هليكوبتر يعني طبعا. بالنسبه للدراما اللبنانيه والمسرح اللبناني بعتت بألف خير شخصيا، عم بحكي بانطباع انه شهدنا انطلاقه هائله للممثلين اللبنانيين. نعم. كمان بالدراما والكوميديا ان كان بالتلفزيون ولا حتى بالسينما، يعني شفت كذا عمل حلو. بالمسرح حاضرين بقوه لبنانيين ولبنانيات اعتبرنا بهالحاله الوطنيه، ولكن ايه كل واحد عم يقدم شيء مختلف عن الاخر، كل واحد من زاويتي. انا كثير سعيد وفخور انه في يعني هيك تعدد مواهب، تعدد زوايا. نعم. بالدراما اللبنانيه بكافه انواعها. يحيى جابر شكرا لهالمداخلة، بنتركك تستمتع ببحر وهواء وسهرة عمشيد، انبسط وبنلتقى فيك ان شاء الله قريبا، وناطرين على الموسم الجديد للعمل كمان من توقيعك. شكرا لك. كله من ايدين انجو، هي بتقرر يعني اذا بدها تطلع عمل السنة ولا لا. مستم لي قلبك انا. شكرا لك المخرج يحيى جابر، شكرا. عفوا. الله معك، شكرا. هيدا يحيى مخرج مجدرة حمراء. مجدرة حمراء ليلي بعد ما حضر يركز منيح معي على الكاميرا، لأنه هيدي الصبية اللي قاعدة قدامي عم تلعب ثلاث شخصيات، إذا مش أكتر كمان بس تفوت الكاركترات الثانية، عم نحكي ثلاثة تروا دو باز، ثلاثة البطولة، ثلاثة البطولة الأساسية. بتنقل بصوتها، بشكلها، بحركة جسمها، بأقل تفصيل ممكن تقنعنا فيه، مع أنه نحن شايفينه في شخص واحد على المسرح، لحتى تقنعنا أنه في كل هالمسرحية اللي بتدوم تقريباً ساعتين، ساعتين وربع. بمجدرة حمراء متخطية نفسك على كل الأصعدة، قديه هيدا شيء صعب وقديه بنفس الوقت انجويبل وممتع. أنت بتسأل والجواب بالسؤال، لكن بننقل على سؤال. أول شيء مبسوطة أنك جيت حضرتها، لأنه بحب بس حدا يحكي عن المجدرة، أكتريتهم عم يرتكزوا على الفيدباك تبعها، والفيدباك كتير حلو. شوبر طيبة، يعني أطيب مجدرة حمراء جنوبية ضايقينا عن جد فعلا. لك أول شيء بدي أقول له ميرسي كتير ليحيى، على طول بشكره، بدي أقول لك ميرسي كتير، ميرسي على من ثلاث سنين لهلأ، من لما إجا قال لي تعي نعمل مسرح، قلت له المسرح ما بيطعمي خبز، عندي كتير أمور تانية أعملها، وكان يضل وراي. عملنا اسمي جوليا وهلا عملنا مجدرة حمراء وهلا الثالثة. بشكره بشكره لأنه مش بس عنده ثقة فيي، رجع لي ثقتي بحالي إني أقدر أوقف على المسرح وأعمل هيدول الأعمال لوحدي من دون ديكورات وأكسسوارات ومن دون كل هالقصص، من دون شيء ومن دون حدا، من دون شيء عم بتنقل بهيدا الشيء. يمكن هو بيقول لي إنه لو إجا أصلا وقال لي انه انت بدك تعملي هيك هيك، كنت اكيد انسحبت تدريجيا الى الخلف وما كنت فتت بهيدا العمل. اللي بيعمله هو عنده نظره معينه، بيعرف شو نقاط القوه يلي عندك، بصير يستدرجك، بصير انت هيك ماشي ماشي ماشي، فجاه بتلاقي حالك بنص عالم من النساء مع نصوص حواليك، وبصير انت بيعطيك هيدا النص، بيرجع بيعطيك، بيرجع بياخذ منك جملتين، بيرجع بيسقط نص تاني. انا ما حفظت للمسرحيه، أنا انعجنت مع نص. عن جد أنا وعم بحضر كنت عم فكر، يعني غير إني سبكتاتور مندهش بيلي عم بصير، كنت عم فكر أنا كممثل كيف أنجو ريحان اشتغلت المسرحية؟ شيء كتير صعب، شيء كتير لك لا معنى هيك إيه؟ ما بعرف، شيء كتير يعني بدك تكوني هالقد عجنة الشخصيات وهالقد لك. أخذت 8 أشهر يعني، أخذت 8 أشهر يعني اشتغلناها، تعبنا. كيف لما الواحد بيعمر شيء أو بيزرع شيء وهالقد بيكون
عن جد اخذت عرق وحكي عرق افكار يعني وجدال. أنا حسيت انه حسيت الصوره ثقيله فكثير وجدال حتى كنا يعني هو رجال وانا مره وكلنا كل واحد شو بده يعبر كل واحد عم بشد بمالته عن جد واي ازبط. وكانت المسرحيه 4 ساعات نرجع نصغرها هيدا النص مع انه كثير نحبه ونرجع نشيله هيك بتحس بالاخر فاين تيونينج بالاخر والاديتنج يعني بالاخر. بس وصلت عم نعمل الريهرسل الفعليه انا ما كنت قاعده يعني انا بس كنا عم بسلها المسرحيه بكثير شفافيه وتواضع. انا ما بفكر بالنص انا عن جد هذا شيء كثير واضح افكار بعيشه كثير في انسيابيه وكثير مثل كانه عم تتنقلي مثل كانه عم ترتجلي يعني هالشخصيات كيف عم تتسلي يعني هيدا اللي واضح على بس كون مريم كون انا هلا مريم يعني مريم مجرد ما بدها تقعد وبدها تحكي برقبتها وكذا فطم ما فينا نعملها لفطم لانه بضل قاعده هيك وفاتحه وكذا وبسعاد بس تقعد لا شعوريا مجرد ما عملت هيك صرت سعاد حتى بصوتي بيتغير انا وعم بحكي هالقد شايفتهم وانت بتعرف انت ممثل بتعرف بس تكون انت شايف بصدق العالم اكيد بدها تشوفه. انا كثير مبسوطه انه حضرت انت هيدا الشيء ووصلك هلا روعه يعني من بعد سنه انجو بعدكم عم تعرضوا ويك اي ويك لا بتياترو فيردان العمل الجديد ايمتى مرتقب للسيزون الجديد عم نحكي اكتوبر لازم باكتوبر أكيد. لازم باكتوبر اسمه وشيء مختلف كليا بس في شيء 10 اسماء هلا مختلف كليا باي اتجاه كمان لحالك ايه هالمره اصعب هلا كمان لحالي اكيد وكمان هيدي الثنائيه على امل انه تضل هالقد راكبه وهالقد حلوه. هالمره عم نبحبش اذا بدك كان قبل عنا رسائل كبيره يعني بجوليا الكانسر بمجدره حمراء المراه والعنف وهيك. هالمره الموضوع على بساطته اللي هو العلاقات البشريه الطبيعيه السهله على سهولتها كيف قادر توصل سهولتها وتكون عم توصل بشكل سهل على المسرح. ناخذ سهل فاكتور كومانسر ايه قلت ثلاث اس بس انه هذا اصعب بكثير انك تفرج السهل. واو جوليا كان فيها جزء منك كان فيها تسليط الضوء على مرض الكانسر يلي كتار بيعانوا منه يلي مع الاسف الله يرحمها والدتك كمان المرض سرقها منكم بمرض الكانسر. قد ايه جوليا كان فيها شحنات اكثر من مجدره حمراء لك وهي جوليا اجت على اكثر من صعيد لانه كانت اول مسرحيه لإلي وبذات الوقت فيها الكانسر وبذات الوقت فيها انه انا لانه المسرح بيعريك مسرح كان يعني بالنسبه لي المسرحيه كانت ورشه عمل لإلي على اكثر من صعيد على صعيدي انا كشخص على مهنيتي على كثير قصص. فالكانسر بالتحديد كمان كنت بعدني انا ما عامله الحداد تبعي وقد ما اكيد هلا بده مش رح اقلبها تراجيديا يعني بس قد ما الواحد بيقدر انه يتفاعل او يتعامل مع موضوع خساره الام ما فيك يعني بكل مره بتكون عم تجرب انك تجرب تتعاطى مع هيدي المساله كل فتره الى اوانينا شفيت شوي انا اسمي جوليا من من هذا الموضوع بمحل ما بس انت هي بلسمت بمجرد ما انت حطيت المشكله او الحزن شفته قدامك بتصير تقدر تشوف انه بتعاطى معه من هون ولا من هون بس لما بيكون بضل جوا صعب انك تتعامل معه. فايه اكيد صارت علاقتي مختلفه شوي مع كل هيدا الموضوع. انجو في نصين مسلسلين عم تقريهم حاليا وبدك تقرري او على اثنينهم او على واحد وفي فيلم سينما كمان مزبوط بس ما حسمي هلا لانه طالما ما بتعرف انت طبعا طالما ما مضينا وما اتفقنا ايه مبسوطه انه عم يجيني اعمال وحلوه يعني هيدا الشيء ممكن تاخذ المسلسلين بدنا ننتقل في مجاوب بالعكس لازم تجاوبي هلا وقت الحقيقه ليك اذا هلا ايه اذا اثنيناتهم حلوين واثنيناتهم حلوين بالمعنى اللي انا بشوفه يعني وما بيتعارضوا بعد ما قريتي بعد ما قريت عبالي نعمل شيء جديد عبالي بتعرف انت انه حلو واحد يجرب حاله يتسلى يقدم شيء يفرج مهاراته هيك يلعب فيها. شو وضعه الفيلم؟ لذيذ هو كوميدي كمان وشيء كثير مختلف كليا عني شخص كثير هيك يعني اول مره حتشوفني العالم بشيء كثير غير هيك شخص كثير هيك ديسنت مهذب الفيلم مضى اتفقتوا بعد ريت ووافقنا
في موافقة مبدئية. في موافقة مبدئية بالضبط، وتصوير مفترض بسبتمبر، فمفترض خلال. لكن مشاهدينا يعني هيدي أجوبة لكل أسئلتكم. ثروة أنجو ريحان كيف عم تعملها من المسرح من النصوص؟ لك في تبرعات بتقطع. اعطيني هون كاش لإلي. أنجو ريحان غمز لنا الضوء لحتى نروح على الزمانات. تفضلي قدامي. نعم شو؟ تفضلي. بدك تليفون أو لا؟ بعد هون؟ لا ثاني ثاني. مجلس الظهر؟ طبعا. الفقرة الثانية زمانات. بالزمانات. بس قولي بالزمانات لوين بتروحي هيك قولي. هلا كلمة بالزمانات بتذكرني بعادل كرم بأبو رياض. بأبو رياض بالزمانات. بنوجه له تحية لعادل. بس قولي بالزمانات لوين بتروحي؟ على الحبق؟ كفر صير. حبق طيون. على طيون؟ طيون. هيك كنا بس نوقع ونروح اجرنا ندق طيون. هلا بفكرونا كثير ختياريه كثير وشين دغري. ريحه الطيون على فكره بالتحديد دغري بحس بالزمانات وضيعتي وضيعتي والحقله والنهر. فرصير. خبريني طفوله. كثير حلو نيال اللي عاش طفوله بضيعه. يعني هلا بشوف انا اولادي وجرب انه عيشهم مثل ما انا عشت، كيف كنا ما نخاف وننطنط من جبل لجبل نوقع نرجع نقوم. ما كنتوا تلعبوا ايباد و كنا نلعب. لاقول لك شو كنا نلعب. كنا نلعب سبع مناره. بتعرفها سبع مناره؟ نحن مسميها سبع مناره. طبشنا على الميكرو. فداكن. حجاره فوق بعضها. حجاره فوق بعضها. بتكرج الطابه بس يوقع الحجاره بتهرب. هذا اول لعبه. بول. بول مين ما معروفه. بول. معروفه ايه. طبعا. وفي احنا كنا نسميها عسكر وحراميه. حلو. شو بعد؟ اكيد الاكس وال كنا نسميها كمان المغايطه. ايه كمان بتنقلي تا 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 تا. واضح انه يعني عايشتهم. ما رح اقول الكلمه مش بس عايشتهم، مجموعه بنات لما اقول كلمه ثانيه وربيانين مع بعضكم. احنا دجا خمس بنات. انتم خمس بنات ربيانين ببيت واحد، قد ايه علاقه الخيات مع بعضكم؟ يعني البنت دوناتور في حنان في حب في هيدي الغيره على اختها في هيدا القرب. قد ايه انتوا الخمسة؟ انت اي رقم بالخمسة يا انجو؟ من فوق الثانية. انت من فوق الثانية، اوف قد كبيرة. في منيح بعدي. في منيح من بعدي. ما ناطرين الصبي. بعدكم ناطرين الصبي؟ لا خلص انا جبت رجعت هيفا جبت كل واحد جاب صبي. بس كنا ناطرين يعني انه حتى كان بس يجوا لعنا على البيت كانوا يعيطوا ام موسى وابو موسى لماما وبابا على اساس انه بده يجي موسى. اجت اول بنت ما اجى موسى، ثاني بنت ما اجى موسى، ثالث الرابع اخر شيء ميسم. سموا ميسم انه هيك واخر شيء العالم بس استحت تقول له ام موسى وابو موسى لانه ما اجى موسى يعني. قطعوا الامل. معقول خليل ريحان هالمناضل هالانسان الوطني هالشخص يلي مش بس الجنوب بيفتخر فيه، كل لبنان بيفتخر فيه. ابو البنات. ابو البنات هو على فكره ما كان عنده مشكله. وابو احلى بنات. ابو احلى كان بده يوقف انه على ثلاث بنات بس ماما هيك على طول. المره بتحس بالذنب انه هي مع انه ما لها علاقه ابدا بيولوجيا ما لها علاقه ابدا طبعا. بس خلص هيك هيك سبحان الله. انه لازم يجي الصبي بس ليك حلوين كثير حلوين. نحن بس نجتمع خمستنا اجمالا الأسهرة اصلا والكل بينطوش منا ودجا نحن صوتنا عالي وبنحكي بسرعه فكيف انا يعني في مثلي اربعه يعني هيدي يعني سبيسيمن نموذج بسهره عمر عن فاذا هلا كل اربعتنا هون خمستنا هون قاعدين ما بي كيف كانت طفولتكم انجو او طفولتك؟ شو الصوره اللي هيك اللي مرسخه براسك؟ شو الحدث؟ شو الخبريه؟ يعني بس قولي طفوله لوين بتروحي؟ لك دغري هلا بس هلا اول شيء اجى على راسي يعني قاعدين ورا الصوبيا. سميها صوبيا انتم صوبا مش ما نحن بنسميها صوبيا كمان. اوكي بكسر وين قاعدين لحد هلا متفقين متفقين. قلت القعده على السجاده عم بتشتي على الصوبيا عم نسيخ جبنه بالخبز وقاعدين كلنا هيك حد بعض وال حلو هيك في دفى. في دفى بالضبط في هيدا الدفى. قد ايه هيدا الدفى يلي الواحد بينقله معه يلي اليوم بتحاولي تحطيه باولادك؟ ليك الحب ثم الحب ثم الحب ثم الحب ثم كل شيء له علاقه بالتربيه، كل شيء له علاقه. هلا بدي ما بدي اتفلسف بس بدي وجه. انا معلمه كمان معلمه مدرسه وصار لي 18 سنه. بدي وجه هيك مثل رساله صغيره لكل الاشخاص يلي بحبوا يسمعوا هيدا الراي. ولا مره الضرب
ولا بأي شكل، حتى لو قلتوا ما نحن أكلنا قتلة وما صار لنا شيء وهيينا عايشين، ولا مرة الضرب هو وسيلة لتربية أو تأديب أي طفل، بليز، لأنه هاي أنا بعرفها وعايشتها كل هيدي الفترة. شو لازم يعملوا؟ الحب ثم الحب ثم الحب. لك الولد قد ما كان، والولد بتعرف شو هلا عم بقرا اشياء هلا هيك خاصه. نحن الماكسيموم اللي بنعرف نعملهم بنعرف نوصل للاولاد كيف ينقذوا حياتهم وما يؤذوا حالهم، بس بكل بساطه كيف نحن بنتصرف اولادنا حيقلدونا. بس بدك تربي ابنك او بنتك تصرف كيف انت بتتصرف حيقلدوا. انا مره مش من زمان ثاقبت، كنت معصبة، كلنا منعصب على الأولاد، صرخت بصوت بزيت النهار، ابني بصرخ زيت الصوت على بنتي، أنا كيف بتصرخ على دغري؟ أنه رجعت أنه الولد ماشي بيطلع فيك، إذا شفته عم بيحكيك برواق حيحكي مع غيره برواق، ما فيك تقله أنت ما تعمل هيك وأنت عم تعمل العكس. فهيدي رسالة عن جد أنه ما بحياته، وخاصة عملت شيء ورشة كمان للمعلمات المدارس عن اللاعنف، إذا بدكم منعوه عن القصص يلي بحبها فقط، أيبادات وهيدي الأشياء، والأكثر لازم تكافئوه بس يعمل أشياء منيحة. كل ما بتكافئوا أحسن، كل ما بيعرف أنه إذا عمل منيح رح يتكافئ. بس ولا بأي شكل، لا الأذية الجسدية ولا الأذية اللفظية نافعة. أنجو، لما نحكي عن هيدي التربية اللي الواحد بيحمل معه، شو أخذ ببيته بيحملها معه على شغله، على عمله، على زواجه، بعدين عند أولاده بيحمل معه هيدا النواة اللي بياخدها بس بالبيت. أنجو ريحان، من الضيعة على المدينة، كيف كان أول لقاء؟ قروي في المدينة. كيف كان أول لقاء؟ لك أنا وصغيرة إنه على طول بدي أنزل على بيروت، بيروت بنزع متوقع انه بيروت هي المدينه، خاصه اذا بدي اعمل مسرح شو وكذا. كان ببالك بيروت قبل ما تنخرطي بجو بيروت؟ انت شو كان بيروت افضل حلم؟ شوي ما كنت عرفتها هالقد عجقه من ناحيه فيها؟ شو بصير من ناحيه ثانيه انه تحقيق الحلم بشكل اساسي، لانه نذكر قدامي انه في جامعه بتعلم مسرح، وكانت فكره كلمه المسرح اصلا مش موجوده باي شيء له علاقه بثقافتنا بالضيعه يعني. فكره اني اجي على بيروت وادرس تمثيل بحد ذاتها كانت هيدا خطوه مهمه. بس اذا بدك اول شيء هلا، لما السيرفيس نزلني قلت له انا مشرفيه، او غلبطت بدي اقول غبيري او شيء، المهم نزلني وفتت مشي ووصال على البيت، لانه البيت ما فيك تدل شيء فيه، بقيت شي ساعه ونص عم بمشي مشي ما عارف شيء، ما معي تليفون، ما معي شيء يعني. لا بالغلط هيك تذكرت انا وين كنت ساكنه، ما في جوجل مابس ووكينج ستارت، تغيرت كثير الحياه هلا. لا بعملها انه جوجل مابس كنت وصلنا، فكنت هالقد ونحن هيك ربينا بطريقه انه نندعك يعني. فكنت انا وهيفا رجعنا، صاروا يجوا اخت ورا اخت على بيروت، بس كنا امنا لهم الوضع يصير اريح يعني. ومين كان يضيع اكثر بالشوارع؟ انت اكثر شيء؟ ايه انا اكثر ببيروت، لانه بين جامعات اللي درستها يلي كلهم ما فلحت فيهم، كنت ديجا صار كان عندي عده محلات، اختي كانت بتشتغل بمحل معين فكانت تروح وتجي، فانا اللي كنت كثير ضيع. قد ايه يعني عدم وجود خي بالبيت او شقيق كان على طول انتم هيك في برهان لحتى اهلكم يكونوا مسلمين لكم انه نحن على قد الحمل، نحن ايه بنغير جره غاز، نحن بنعمل هالشغله، نحن اذا قطعتنا السياره بنغير دولاب او اكسترا، يعني تفاصيل اضافيه. قد ايه الشغله تخلق، لانه الاهل بيعتلوا هم، خاصه لما تكون بنت لحالها او بنت ظاهره او بنت هي اللي بمعترك الحياه، شاب بيقولوا غير بدبر حاله. لك هلا لا شك انه اختلف الوضع من لما ربينا نحن وهلا، يعني هلا بس بدنا نحكي عن هذا الموضوع وخلص البنات صارت مثل الشباب تقريبا. بس انا كان عندي هيدي العقده نوعا ما انا وصغيره، انه بدي فرجيهم انه قد ما عايشين ام موسى ابو موسى بالبيت، بتفرجيهم انه انا في يكون موسى يعني، انه شو الفرق يعني. فكنت عن جد انا هالقد كل شيء اعتبر انه اشياء ممكن لازم يعملها الصبي انه فرجيهم انا فيه يعني. انا اذا بدك حاملي اني نتغاز ملانه ماشي على الطابق الخامس، وكنت انا غير انيه الغاز بلا زوره يعني. هلا لا لا هلا ما بعملها يعني، هلا في ناس تتصل فيهم بهذا. فادي عارف هذا الموضوع؟ ايه بس لشوف ايه لما عرف شو نقى يعني.
قبل ايه كنت على طول بدك تثبت، هلا صارت انه لا، صارت المرأة بكل المعترك تبعها، كل المجالات طبعا، وقادره انها تثبت حالها بكل بساطه. يعني بدها شويه دعم وشويه ثقه اكثر، انه يلي بتحكيه ويلي بتفعله هو اهم بكثير من الشكل الخارجي. بس ايه فيها مثل الرجال. أنجو رح نكمل بزمانات، رح نحكي عن مرحلة الدراسة، رح نحكي عن مرحلة العمل. وعلى حال بكل هالمرحلة حصل خير، بس بعد البريك. يلا. تمام، ايش الحال؟ مغير؟ ما بصحان شوي معبى هيك يعني. ايه حليان بس. ثانكس. وانت كمان. ثانكس. انت شو هيك صاير كل شوي تجي؟ تمام، مش غلط. شو اخباري؟ منيحه. وين شو عم تعملي بلوتينو؟ عنا كونفرنس. ايه على 3 ايام هلا جايين من برا وهيك وتحضيرات وهيك، صار لي شهرين عم حضر. وانت؟ انا مستلم لهم الايسيات. لا خير، نحن الشركه تبعيتنا نحن متعهدين الايسيات عندهم، فعم نغيرهم اياهم لانه بده يركبوا سبليتات. برافو. بتعرف ما كنت عارفه. بتعرف انا اخر شيء ممكن اتوقع واشوفي كمان بالاوتيل. وانا كمان كثير انبسطت. شو الصدفه الجميله. زهقانه ميتي زهق، لانه اليوم ما عندي شيء وخلصت كل التحضيرات. وهلا هيك يعني قاعده. والله يعني شو عامله؟ ماشي. That was sweet. I like it. لذيذ التاتو. حبيتيه؟ ايه. جديد؟ لا هذا صار له شيء 3-4 سنين. لوكي رحت انا وخيك سعيد عملنا هذا. كيفه سعيد دخليك؟ مين سعيد؟ خيك سعيد. ما عندي خي اسمه سعيد. كيف ما عندك خي اسمه سعيد؟ ما عندي خي اسمه سعيد، احنا خمس بنات. مش مهم، سعيد كوزينه نسيب. مين نسيب؟ شو بك أليكس عم تنكت؟ مين أليكسي؟ أنت أليكسي. أنا مش أليكسي. منك أليكسي؟ لا، مين أليكسي؟ لك أليكسي تعرفنا عليه بعيد ميلاد سوسو. أنت أليكسي تعرفت عليك بعيد ميلاد سوسو، شو بك؟ مين سوسو أصلا؟ أنا مش أليكسي. أنت مش أليكسي؟ أنا لا. أنت لحظة، أنت مش باميلا؟ لا ماني باميلا. مش باميلا؟ لا. أنا سعاد اسمي. سعاد اسمي؟ ايه. يلا حصل خير. انت شو اسمك؟ طارق. سعاد شرفنا. متابع مع أنجو ريحان بالزمانات. حصل خير. حصل خير. يعني ما كان في لما ارجع لورا بسكتش من اجمل الاشياء المهضومه مع عادل كرم بلا يمل على شاشة الفيوتشر. أنجو لما الواحد ببلش يختار الكاريير تبعه، كنت عارفة واصلة لهون أو لوين كنت رايحة؟ أوكي فتت على دار المعلمين، فتت تعملي رسم، شو صار؟ هو أنا نقيت دار معلمين رسم لأجي على بيروت لأعمل مسرح. يعني كانت وسيلة، كانت حجة. كان هدفي أجي على بيروت أعمل مسرح، هذا الشيء اللي كنت واثقة منه أنه بدي أعمله. لوين كنت رح اوصل؟ هل كنت واثقه من لوين بدي اوصل؟ لا، بس كنت عارفه انه هيدا الشيء اللي اكثر شيء واثقه فيه حاليا، انه هيدا الشيء اللي بدي اعمله. بدي اعمل مسرح وبعدين بدي اعمل شيء اللي بحبه اللي هو التمثيل. سو عملت دار معلمين رسم، من بعدها فتت على معهد الفنون، وبعدين بلشوا المسيرتين يمشوا ان باراليل مع بعض. بدراستك ل بدار المعلمين، قد ايه هيدا اللي حملتيه اليوم؟ قد ايه لك 18 سنه بتعلمي؟ قد ايه صاروا؟ 19 سنه بتعلمي. ما تعبتي من التعليم؟ ما انه شيء متعب او لا؟ لك التعليم كثير اعطاني ثبات مادي اولا، لانه خاصه باول فتره كنت بحاجه على القليل اعرف. هيدي مشكلتنا كلنا، مثل ما هلا كنا عم نحكي قبل ما نبلش بالحلقه، انه على طول الممثل بده بمحل ما ضمان ثابت لحد يقدر يعيش ويقدر انه يعمل الاشياء اللي بحبها. نعم. فالتعليم اعطاني هيدا الثبات، وبذات الوقت اول جمهور لإلي كانت الميزه،
يعني بتذكر على طول كنت بس بدي اعلمهم مسرح بالتحديد، فكنت جرب فيهم كنت عم علمهم تمثيل وهيك، فكانوا يضحكوا لي. ف وخاصه بالتعليم عم بتشوف كاركترات عالم بس على صغير، فاغنتني كثير هيدي التجربه. وانا خاصه صرت شخص هلا كثير براقب وكثير بجرب من كل النهار تبعه يشوف شو في يسرق ليحط بهال بالخلفيه ليقدر يستعمله. بعدك بتسرق بعدين الملعقة الخشب كمان ما كنت تسرقيها انت وصغيره؟ هلا ما بيسمحوا لي، هلا انجع اطبخ فيها للملعقة. رح نحكي عن الطبخ. شو كنت تعملي فيها بس تسرقيها الملعقة الخشب؟ كانوا حتى كنت جبرتهم لاهلي يعني العائله كلها، كان على طول من بعد ما يخلصوا الغداء طبعا بضلوا قاعدين. ونحن على فكره عندنا اياها كمان تقليد بالبيت على طول بعد الغداء من طقوس بيت الريحان. نعم طقوس بيت الريحان انه بنجتمع كلنا على الغداء. ممنوع ما حدا يكون، حتى لو بابا بتاخر للساعه 6 نتغدى مع بعض طبعا. ونحن قاعدين من بعد ما نخلص كل شيء احاديث بينحكى على الاكل، حتى لا من بعد ما خلص الغداء الاكل لزة الخبز انضب اكيد يعني، فكل شيء بتصير بعد الغداء. فانا كنت سحلب افتح الجرور جيب بلعة الخشب وبدي اعمل لهم شيء، يا بدي اعمل مقابلات يا بدي اقلد حدا، يا المهم اني اعمل شيء هيدا بحبه هيدا الشيء، فكرة إني أعمل شيء والعالم تتفرج علي. من هو صغير نمي معي ومشي. أنجو اليوم بخياراتك بس ترجعي لورا أي مرحلة أو أي بروجي أو أي شيء بالمرحلة العملية كنت بتتمني يطول أكتر، كنت قلتي يا ريت هنهار التصوير كان نهارين مش بس نهار، أو يا ريت هال ما بعرف يمكن هالبروجي ديم أكتر، أو أي مرحلة هيك بتعز عليك؟ لكن البروجيات يلي إذا بدك هلأ أول شيء بيجي على راسي فيها حالياً مجدرة حمراء بعدها مستمرة فما في إذكرة. كنت بحب أنت مين بعدت بعد يطول، لأنه هالقد كنا مبسوطين بالشيء اللي عم نعمله وهالقد كنت مبسوطة بالشيء والعالم قد كانت حببته. فأنت مين؟ كيف كان التعامل مع إلي حبيب طالما عم نحكي عن أنت مين وما جبنا سيرته بالأول؟ إلي حبيب أول ما بلشنا كنت عن جد خايفانة، مش من شيء اللي عم بعمله أكتر من إنه عادة بالمسرح بتكون عم تعيد وتعيد وتعيد، وكان آخر فترة كان إلي كتير عم بعمل مسرح، فكنت عم عيد ونجرب بالعالم يجوا يشوفونا ونرجع، فهيدا الشيء كان مخوفني إنه كيف حبين عم بلعب التراجيديا والكوميديا بذات الوقت. يعني عندي مشاهد حضرته للمسلسل في مشاهد فيها عن جد معاناة صحيح، وبذات الوقت أنا شخص عم يلعب كوميديا. فجيت بتذكر قلت له لإلي إنه هيدا الشيء ظابط، قال لي ما تعتلي هم. فبس عطاني هيدا الشيء وكفيت ورجعت شفت النتيجة حلو كتير إنه مثل بقوله بتحط إيديك مي مسقعة توثق بالمخرج لأنه هو اللي ورا الكاميرا طبيعي. هو يلي عم بيشوف كله وهيدا الشيء على فكرة هالقد صعب وإنه فكرة أكيد مش عم بحكي عن أهمية المخرج بالعمل، بس كمان هيدا المسلسل بالتحديد لو ما إلي حبيب هو اللي كان عم يعمله ما كان وصل لهون. صحيح أكيد منوجه له تحية. وشغلة تانية أنا كمان من خبرة لأنه عم نشتغل مع نفس الكاتبة، كنا النص بحد ذاته بيقدر ياخدك لهالخيطين بين التراجيدي وبين الكوميدي، بس أنت مجرد تقول اللاينز تبعك مثل ما مكتوبين كمان بياخدك لهالحالتين. لكن النص بالتحديد في سحر نص كارين، في مرات تكون عم بقرا شيء هالقد قد ما بتقرا بترجع بتطلع معك الجمله اللي هي كتبتها هالقد ريل هالقد حقيقي بطبيعه الحال، بس تعطيه احساس ونص هالقد حقيقي بده يوصل. والعالم كثير حكيت عن النص واكيد عن اداء الممثلين طبعا يعني. طبعا كان عمل كامل متكامل والضو غمز لنا لحتى يكمل البرنامج كامل متكامل الى الاسرار. تفضلي بيت الميوزك. ايه لذيذة. هيدا جان كيروز مايسترو. نوجه له تحية. طبعا صرنا موجهين تحيات كثير ل وجه تحية لضيعتي لعماتي لخالتي للبابا ولاخواتي. بتحبي تغني لهم غنية؟ تفضلي. يا رايح عضيعتنا برجوعك حولنا بزيادة بزيادة بزيادة. خلينا نكون خفاف على اذان الجماهير. شهدنا بنعتذر عن هالخطا التقني طبعا يلي الم ببرنامجنا بهاللحظات.
في ناس بتغني وبكل وقيحة مفكرة صوتها حلو بتغني بتنزل سديات وأغاني كمان. لكن لهيدا المجال وكل المجالات مفتوحة للكل، كل شخص قادر يجي، خاصة هلأ يعني بهذا العصر يلي لحقناه إنه في أشخاص بتنشهر قد ما شهرت قد ما اشتغلت عليها حتضل، وبس تروح الشهرة بدها تنزل، فمفتوح للكل. خلينا حب انجري حال حب. قلب منفتح على كل حب العالم عن جد. كل حب العالم وطاقة. خير وبركة. قد بتأمن بهذه الطاقة الإيجابية يلي أنت قادرة تعطيها وتاخديها في إذا انرجي؟ بآمن. إذا بآمن بالطاقة. خبريني كيف بتغذي هالطاقة بالقراءات تبعك، بالفلسفة اللي بتقريها، بالناس اللي بتلتقي في، في ناس بتبعد عنهم بتكون طاقتهم بشعة؟ لا مش ببعد، بس لك أول شيء اللي بحب أقوله بكتير كمان بساطة، نفس ثم النفس ثم النفس. كل ما قادر إنك تقعد وتتنفس، كنت بدي هلأ كمان هيك بدي أفتح هلالين. كنت أنا أدخن قبل، هلأ وقفت تدخين، كانت عندي إنه السيجارة هي نوعاً ما، لأنه بتكون كل الوقت أنت معجوع وعم تشتغل. أدالك موقفة تدخين؟ صار لي 6 أشهر وبعدك مضاينة؟ وبكرهها كلياً. نعم بتعرف بمحلات كنت ألجأ لها لأنه بتكون مرات معصب وموتر وكذا، فبتقوم بتقول بدي بس بريك سيجارة خلوني هيك، فبتكون هي حجة لتزيح على جنب، لتبتعد عن أي شيء، عن شغل عم تشتغله، عن حيالله شيء. فكانت هي أكتر إنه بدي إياها، مش لحاجة، غير حاجة النيكوتين اللي فيها، كانت بحاجة إنك تزيح. اكتشفته هلأ من بعد، ومش من وراء أنا وقفتها لعدة أسباب، بس قصة إنك عن جد خلال نهارك إنك تزيح على جنب، تسمع موسيقى وبس تركز وتتنفس على رواق، هو هيدا الشيء اللي بيعبيك. عم نحكي عن الطاقة، هو اللي بيعبي لك طاقة، لأنه أكثر الأمور البشعة والثقيلة والسيئة بتصير بحالة الغضب. ومرات كثيرة تفلت منا أشياء، بنكون معصبين والحمد لله بهيدا البلد في كثير أمور بتخلينا نعصب. والمشكلة إنه فكرة إنك تقعد بس وتتنفس برواق منه من الأشياء اللي تربينا عليها ومنه من مش موجودة، بس كثير كثير مهمة إنه مو قتلة تاني تقول بليز انا بس بدي اروح اتنفس. فبتروح بتقعد بتتنفس وبتعبي فعلا طاقه ايجابيه. وانا في جمله هيك كثير عاديه اللي هي انه بامن بانه اذا بتعمل خير بيرجع لك، بس يعني يو اتراكت وات يو ار. الايمان كثير مهم، العباده كثير مهمه، كل واحد على دينه، بس الاخلاق اهم بكثير، انه كيف تكون عن جد خلوق، كيف عن جد تعطي حب، تكون تحب العالم، لانه بس تحب وتنشر حب بالنهاية بتأثر بهذا الشخص، الشخص بده يأثر بها في law of attraction، وقد ايه انت عم تعمل هيدا الشيء. بتقول راندا بايرن بي ذا سيكريت يو اتراكت وات يو ار. اكيد قد ايه هيدي الطاقه انت اخذتيها من بيت في حب، لانه الوالد ووالدتك كانوا مغرومين ببعضهم، كان في حاله حب، كان في طاقه حب. اكيد اكيد، عشان هيك بس بدنا نحكي عن الحب. الحب هو ببلش من الطفوله، فلما لما بتشبه حب بدك تعطي حب. لما بتعيش مع أهل مرتاحين هالقد مع حالهم، هالقد بيت مضياف، هالقد العالم بتروح وبتجي، هالقد في مبادئ كمان. يعني أنا ربيت على الانتماء من وراء البابا، يعني فعطول عنا أنه يعني بأقل تفصيل بفكرة أنه تكب زبالة مثلا، أنه بتلاقي مزبلة بتقوم بتشارك فيها، طب أنه يعني أنت شاركت من هول التفاصيل اللي بتربى عليهم، لأنه هو هني هيدا هو إيش يعني انتماء لهيدا الوطن، أنك تكون عن جد قادر تشوفه حلو وتجرب قد ما فيك توصل. طبعاً. فالحب والدتك الله يرحمها كانت مثال بسبيل النضال بحقوق المرأة. أنت على خطاها بهذا الموضوع اليوم بوطن المرأة عم بتكافح لحتى تعطي حق الطبيعي، تعطي جنسيتها لأولادها. المرأة اليوم يلي عم بتكافح لحتى تكون عم تاخد الحضانة لأطفالها كمان. اليوم وين أنجو من هذا النضال؟ كيف عم تستمر فيه؟ كيف عم بتوصفي الفن يلي انت فيه بهذه الرسالة؟ 100% مبسوطة انا كمان فتحت هيدا الموضوع. يعني انا لانه ربيت ببيت حسسني انه انا لازم اكون معنية باللي عم بيصير حوالي، ولاني هيك عندي هيدا القلق اذا بدك، وكوني انا فنانة ومعنية بالشأن العام، فعطول بجرب أكثر طرق ممكنة بالوقت يلي متاح لإلي إني وصل كل هيدي الرسائل. وأهمها أهمها أهمها، يعني أنا هلأ عندي صبي عمره 7 سنين وعندي بنت عمرها 4 سنين.
ما بعرف بأي شكل من الأشكال أقدر أتقبل أي قانون يجي ينتزع ولد من ولادي بشكل وبيجي حتى مرات الدرك يعني هالسلطة هالقد بتجي بتاخده. هيدا الشيء كمان هيك عم وزع رسائل، وأكيد لكل الأذان المصغية واللي خاصة النساء بالتحديد يلي بإيدها هيدا القرار، إنه لازم نوقف بقى هيدي الأمور إنها تكون موجودة. يعني مش معقول حدا يقشط ولد، يعني بأي قانون يسمح لهيدا الشيء؟ خلص صرنا بعصور، صرنا بهيدا العصر قادرين، ومش معناتها إنه لازم الأم تحتفظ فقط بابنها، لا لازم يكون هذا اللي بدي احكي بالضبط. الحضانة لاثنين، انا ما بنظر ابدا، انا مني نسوية على فكرة، انا بنظر الرجل والمرأة ككائنين او كائنان، ما بعرف اذا مرفوعة او بنظر لهم كشخصين. هولي شخصين في كاركترات، في نساء ظالمات نعم مثل ما في رجال ظالمين في نساء كمان طبعا. مرات في نساء بس تصير عندها، بس تصير بموقع قرار بتصير اظلم من الرجل، لانه قد ما في قصص وتراكمات كتير كبيرة. الناس أنا في يكون كاركتير جيد، في أنت تكون كاركتير جيد، والعكس طبعاً. الولد لازم بحاجة لأبوه. أنت عم تحكي بمناصفة، ولكن أنا بدي أثني على شغلة، إنه الولد الطفل بحاجة لأمه بغض النظر شو الحالة شو الوضع، مع حق ما معه حق. أول شيء الولاد لازم يكونوا بعيدين كل البعد عن المشاحنات الخاصة ما بين العلاقة المتدهورة بين أم وبين أب، والطفل ما بيربى إلا مع أمه. نقطع السطر. أكيد بيربى مع أمه، وأكيد بحاجة لوجود الرجل. أنا مع المناصفة، بس أكيد إنه يكون الأم موجودة. وهون بتوجه لأنه هلأ في حملة لرفع سن الحضانة عند الطائفة الشيعية بالتحديد. سو بتوجه كمان، أنا داعمة كتير كبيرة لهيدا الموضوع، لأنه مش معقول ولد صبي بس يكون عمره سنتين بيقشطوا لأمه. فإن شاء الله أنه هيدا الشيء يؤدي لنتائج جيدة. يعني هالشيء أكيد رح يؤدي لنتائج جيدة طالما في أشخاص هالقد عندهم إيمان بالقضية. ولكن مشاهدينا في نتائج تانية غير جيدة إن شاء الله ما توصلوا لها مثل ما أنجو حرام وصلت لها، يعني خاصة بس يكونوا عم بيجمعوا لكم لحتى تفوتوا على جامعة خاصة وتسقطوا. صعبة شو؟ بس الواحد يكون هيك في جهود متضافرة تجاهه لحتى يروح باتجاه جامعة خاصة. أختي وهو أختي. يسقط ما يعود، ما يعني يسود لهم وجهن بعد البريك. أوكي. مشاهدينا متابع القسم الأخير من سهرة عمر، بذكركم هالحلقة بتنعاد صباح الأحد بتمام الساعة 11:30 عبر شاشة تلفزيون لبنان، أكيد عم بتابعوها عبر يوتيوب وعبر www.teleliban.com.lb. تواصل دايما من خلال هاشتاغ سهرة أندرسكور عمر على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز، أكيد من خلال الأكاونت تبع جوفي والأكاونت تبعي @socialdirisha على تويتر وعلى انستغرام. أنجو ريحان هاي بالقسم الأخير. هلو. أصلنا بالأخير؟ صرنا بالقسم الأخير. لك حكيت بطيء اليوم، عم بشتغل لأنه أشتغل أحكي على مهلي. بعدني بحكي بسرعة. رجي حكيت بطيء، باتريسيا حكيت بطيء، أنجو بالحلقة المخرج عم بيقلك قال ما فهم شيء. سريع يعني. حجرب هلا يعني هيدا ثيرابي انه نحكي بطيء ما زبط، خاصه انا لانه محمس ولانه حابب الحلقه. انا عم بنعدى منك. عم تنعدى مني. اوكي ما خص انت. أوكي. هيدا انا اتس ماي باد. بحس لانه على طول بدي اقول كل شيء عندي، بس انه فينا نروق. ايه قلي. لكن انجو سيدتي العزيزه طبعا رح نتابع حلقتنا. انجو ريحان خبريني قد ايه سوليداريتي، قد ايه هيدي الوحده بالعيله مهمه جدا بغض النظر عن تفاصيل الخبريه، بس الواحد لما يعمل افور ولما الثاني يخزله شو بصير؟ كله بحاوطه. اول شغله على فكره كثير حلوه العيله الكبيره، هلا لو في مصاري انا بجيب بعد على فكره. بس عن جد نحن الخمس بنات، بس وحده يعني في مره وحده من اخواتي سقطت بامتحان دخول للجامعه اللبنانيه،
لانه بتعرف بقدم هيدا، وكانت ثاقبت كمان هي قبل بسنه مش مش زاطه، فقررنا كنت انا واختي الكبيره نحن اللي بنشتغل كنا هيك بنطلع عقدنا يعني، فقررنا انه نجمع مصرياتنا ونروح نسجلها بجامعه خاصه من دون علم حتى الاهل يعني، كرمال ما تكون ما تدبرس يعني وما ما تقعد. فكان هيدا الشيء هيك لنلم بعض، فهيدي الخبريه اللي شكلها وصلتك قبل انه كنا سجلناها بجامعه خاصه. قامت هي شو عملت؟ لقت حالها انه لا، ليه بدها تدفعنا نحن على جامعتها؟ قررت انه ترجع تترك الجامعه وترجع على الجامعه اللبنانيه حتى ما تكلفنا عن، ورجعت كفت والحمد لله نجحت يعني. بس ايه كنا بكثير امور، بس نضيق على بعض، نحس على بعض، كنا دغري نضب على بعض. وبعدك لليوم انجو ريحان في اسرار بتخبيها عن احد الاقارب؟ خاصة إذا جايين لعندكم على البيت وفي عصافير كمان، ولمعطر بقيت الخبرية بقيت الخبرية لهلأ من شي سنة سنتين تقريباً لخبرتي العملة اللي عملتيها. لا صاروا خمسة، صاروا خمسة. خبريني شو صاير؟ صار دكتور هلأ بوجه له تعي. بوقت الحرب طلعوا هني من بيروت وسكنوا عنا بالجنوب، فأنا وياه عرف انه هول اللي بيجوا هيك عروس بعض. اي عروس بعض، وانا الدلوع وهو الدلوع يعني، فكان على طول انه كونه هو صبي بيقدر كان يغلبني على طول. ففي مره بدي هيك اعمل شيء اذيه يعني، فكنا بالبيت نايمين وهيك كله فارش بالارض يعني، طلعت الساعه 6 الصبح والدنيا صيفيه حلو، طلعت على السطح عنده قفصين كبار عن جد بدون مبالغه في شيء 60 عصفور كل الالوان. واو. وحاطط حتى عليهم حصيره، بتعرف الحصيره؟ اطلق جناحي اعطيني حريتي. حاطط قلم نيمهم شلتها فتحته وما كان يفتح كمان، علقته لبعنا ونزلت للفراشه ونمت. فقت على صوته طالع حرام قلب بده يفيقهم، ما في ولا عصفور، كل العصافير صاروا يعيطوا لبعض ورفرفوا رفرفوا وذهبوا، ما خلى حدا بالحي كله ما ضربوا، مع انه ما حدا بيسترجي يطلع على سطح بيتنا يعني، بس انه ما توقع ولا باي شكل. هو مين ابن عمي؟ ابن عمك. ما توقع ابدا انه انا اعملها، لانه بيعرف اذا انا عملتها حيقتلني. عرف انه كان مأكد، شبه مأكد انه مش انا، ما شك فيي ابدا. ما خلى حدا بالحي كله ما هيدا، وسنه ورا سنه وبقي هيدا. قد بقت خبريه مخبيه؟ شي 10 سنين إذا مش أكتر. وكيف لحتى خبرتي؟ صرنا كبار، راح تخصص وتجوز هلا صار عنده أولاد. فمن بعد، لا مش من بعد يعني، قبل ما يسافر حتى جرأت وقلت له. حلو. أنجو بعدكم بتتجمعوا وبترقصوا؟ كنا عطولنا عمالة هيدي، كنا عطول نحط مسجلة ونجتمع يلا بنرقص. والوالد يفوت معكم باللعبة؟ بابا يفوت، بابا هيك. ونحن هيك ننغل خمستنا مع ماما يعني. أدهد الأجواء يمكن أكيد على صعيد آخر اليوم بغير عالم، بغير تكنولوجي، بغير ظروف. اليوم مع كريم ومع آية كيف بتربيهم؟ كيف أنت وكريم وآية وفادي بالبيت؟ شو هيك في نظام، في لو للبيت؟ لك أكيد في رولز؟ أكيد. مين بحطهم، الأم أو البي؟ الاثنين بتواطؤ. هلا أنا أكتر؟ حسب مين المتواجد أكتر بالبيت يلي هو أنت. والشي اللي له علاقة مثلا، نحن مسلمين مهمات يعني، كل واحد تقريبا عنده مهمات، لانه اثنيناتنا هو كمان هو مدير بحكم تصوير، عمله مدير تصوير اكيد. فادي قاسم اشهر من ان يعرف يعني بشو، بنوجه له تحيه اكيد، بوجه له تحيه، ده زوجي. فهو بالدومين، فاثنيناتنا من نلبي بعض، واثنيناتنا بنشوف اي القوانين. لكن التربيه مساحه جدا كبيره يعني، ما فيك حتى في قوانين ترجع انت بتنقضها بتحسها ما كثير زبطت، بس ايه لازم تحط له، لانه الولد بحب النظام وبيتعود على النظام يعني، لما بيتعود انه هيدي الفيقه هون، الساعه هون، الدرس هالقد. واكيد بتحب تعطيه القصص يلي انت كان على بالك تعملها، انك تتعلم موسيقى، نحن ما كان هيدا الشيء متاح، فبنجرب قد ما فينا نعطيه. وبذات الوقت مثل ما قلت حتى ما بين كثير مسالمه، بس انه نحبه يعني. طبعا قد ايه فخوره بفادي بعمله، قد ايه مسانده له مثل ما هو كمان سبورت لك. اكيد اكيد. بالنهايه على طول بقولها هيدي الجمله، انه اهم قرار اخذته بحياتي انه زبطت معي ونقيت شريك، لانه اهم قرار بتاخذه. اكيد ما بعد كل العرسان اللي طفشتون انت وخياتك، مينيموم توصلي على فادي انجو، مينيموم توصلي على فادي. كم نصيب روحت عليك؟
لمن خلص كنت قطعت الامل من بيروت وبدنا نبقى بالضيعه وهول العرسين بدنا نقبل فيهم. على فكره عن جد بوقتها بوقتها عن جد كان الواحد يتجوز من دون ما حتى يحكي مع البنت. كيف كنت تطفشون؟ انا وهيفا بالتحديد لانه الصغار لا صغار بطل لهم عين يعني. هيفا هي نمبر 1 يعني هيفا اكبر مني. هيفا اللي نتخانق على الثياب يلي بتكمش لي شعري خلتي تفلت حلو. يلي بروح بتخبى منها وهي اطول مني كانت اقوى بس كنت انا رد ما بيني شيء يعني هي هيك مهذبه يعني. هيفا لك حق الرد نعمل حلقه ثانيه نستضيفك. فكان على طول يجينا عرسان يعني خاصه كانت كثير درجه بوقتها الناس مسافرين اكيد بيجوا بس على الصيت بدهم يجوا يتجوزوا انه بنات معلمين اشكالهم مقبولة بيجوا يطلبونا من دون ما يشوفونا. مطلوب أنسات معلمات أشكال جميلات. كنت كنا نوقف ورا الباب مثلا أعرف أنه جايها عريس نوقف ورا الباب نقوز وقلا إذا هذا جايك عريس وكذا وقعد نحطه بيبي بسيتياسيونات فا إيه كانت كتير دارجة بوقتها. ولكن بمحل ما عن جد بتصير تفكر أنه إيه يمكن هيك بيتجوزوا لانه لما تلاقي مثلا رفيقتك تجوزت هيك وقرابتك تجوز هيك بتفكر انه ايه انه هيك بتصير هالقد الامور بس تكون بدك تشبه المحيط يعني. بس كان عندي ثقه بمحل انه لا مش هيدا الشيء مع انه هلا ماما ما كان بدها تجوزنا بكير بس انه خمس بنات يعني كمان انه يلا وحده قدام الثانيه في بعض وحده قدام الثانيه دبروا حالكم وراكم يعني. بس ولا وحده تجوزت بهيدي الطريقه كلنا رجعنا نقينا واصلا كان بابا كان يرفض يعني وحتى ماما يعني أكيد. فرجعنا نقينا اشخاص يلي البيت اللي مبني على الحب وعلى هي الطاقه اللي عم تحكي عنها مش ممكن يقبل انه حتى بيي بتذكر مره يساوم. كنت حتجوز عن جد كان اجاني عريس وكان هذا وكانت البروسيدور ماشيه انه صار يجي لعنا على البيت واتحدث انا مين بيرجع بابا بتذكر كثير منيح بابا الشرقي بمحل بس المنفتح كثير سالني قال لي بابا بتحبيه؟ انا هيك قلت له بحبه قال لي بتحبيه؟ بدك تتجوزيه بتحبيه؟ لانه بوقتها كان عن جد انه الحب شيء قد ايه كان عمرك؟ كان شيء 20 ولما تعرفتي على فادي قد ايه كان عمرك؟ 23 كيف تعرفت عليه؟ تعرفت عليه بحسرون هو من جبال انا من جنوب التقينا بحسرون نشاط كان اجتماعي شبابي هو عم بيصور وهيك وانا هيك استفزني. شو اللي لفتك بفادي كرجل اول شيء؟ انه ما لفت لي ما لفت لإلي ما طلع فيك ما طلع فيني وانا هون كنت طالعه عن حزب معين وعداله وكذا وهو انه شو هالانسان اللي بتضل تنطنط وبيضل صوته عالي وما بتهدى وانا انه ليه هو هيك هالقد انه ما بيتعاطى فكل واحد كان متوقع كان العكس تماما بس ركبت وسحبت. قد ايه كنتوا سوا اليوم؟ قبل الزواج قد ايه ومع الزواج؟ بال 2000 تعرفنا على بعض؟ اف رجعنا تجوزنا بحرب ال 2006 يعني صاروا 19 سنة مع بعض وندوم ان شاء الله دائما ان شاء الله بتختروا سوا كل العمر انت وفادي. ولما اجوا كريم اول شيء اللي هلا عمره 6 سنين وآية اللي هلا عمرها 4 سنين شو غير اول شيء كريم انتو بيت البنات هيفا عندها اولاد عندها شباب عندها يعني صبيان يعني كريم مش الأول شاب على رأي ماما نحن هي قلب تجيب بنات بس بناتنا بيجيبوا شباب حلو يعني هذه النظريه هذه النظريه بس اجا كريم شو غير بحياتك ايش ليك الزواج ما كثير بغير بالحياه الزواج انه شخصين كانوا بحبوا بعض مصاحبين عايشين مع بعض صاروا عايشين مع بعض ايه عايشين مع بعض الحلو اكيد انك تاخذ وقتك شوي لانه بس تعيشوا تحت سقف واحد بصير تتخانقوا على قصص كثير سخيفه فما لازم يجوا الاولاد اول فتره على القليل لا تروح فنحن اخذنا وقتنا لا تتعودوا على بعض لا نتعود ولا تتفهم لانه في على طول في مع الاكسبكتيشنز للاخر على طول نحن انه ليه ما بيتصرف معي هيك وهو ليه ما بتتصرف معي هيك فكل واحد يتصرف مثل ما بده بلا توقعات هي توقعات اللي بتخرب الدنيا والامومه شو غيرت مع كريم اول شيء قلبت الدنيا انا بتذكر اول مره جبته لكريم غير فكره الحبل ديجا هي تجربه غنيه جدا واول مره هيك جبني بالكرسيت هيك بتذكر حطيته بالاوضه طلعت بفادي قلت له هيدا باقي عادة بتعمل شيء انت مثلا بتسافر بيخلص بترجع لروتينك بتصور مسلسل بترجع هذا باقي ايه وباقي الحمد لله اكيد بس ايه بيغير لك حياتك ماشي يعني كيف لما بتقلب ديجونكتور كهرباء اشتراك بدك تطفي بعدك تطفي لهم بمحبه اكيد
اكيد بجرب. ليك انا ماني مثاليه، انا اطمح اني اعطي حب، اني ربي كثير، بخبص كثير، بتعلم من كيسي، بغلط وبعترف بغلطي. بس حتى امبارح على فكره لك هيدي الصدفه انه مناسبه بالاحرى، كنا عم نحكي عن الحب انا وكريم، فرجعت قلت له انه عملت لك ترتيب بحب وبعثت له اياها راح على الكولوني. فامبارح بيقول لي سوري، امبارح بيقول لي مامي هاي ما عملتيها بحب ما هيك؟ قلت له لا قال مش طيبه محبه بس انه حلو، حتى حبيت الترم انه اللي استعمله حلو، فانه ايه بجرب بجرب. يا شو غيرت؟ بنوت غير شيء، غير شيء بالبيت. لك انا ورايحه اعمل ايكولا لتاني ولد، قول ما عليه اذا صبي، ما عليه اذا صبي، بيلعبوا مع بعض اكتيفيتي مع بعض، بيتسلوا مع بعض. ايش لما قال لي بنت ايه انبسطت. حلوين لك، كل تجربة حلوة وكل شيء حلو. وجود خي بحياتي كان يمكن يكون حلو، وبذات الوقت في منافع انه ما يكون في خي يطلع طبعًا متزمت، وانا انه عندي صبو بنت كلها الى حلاوتها. انجو اليوم لوين بتطلعي لقدام؟ بتطلعي مهنيا عائليا؟ كيف عبالك تخطيري؟ باي كادر؟ باي صورة؟ لك هلا مشهد؟ هلا الاولوية ولادي، ولادي اولا انه اطمن. ممكن تتركي الوسط اذا اولادك بحاجه لوجودك معهم، بحاجه لسفر، بحاجه لعنايه معينه من اي شكل كانت؟ اذا ما زبطت ولا باي شكل وكل المحيط حدي وما قدر لباني وبدي نقي اولادي ومهنتي، اكيد اولادي، اكيد اكيد. ان شاء الله بتضلك فوق راسهم انت وفادي وبهي الانرجي وبهيدا الحب يلي عم تحكي فيه. الى الصحافه الفقره الاخيره، شو عاملة؟ تفضل قدامي. نعمش كيف روح هيك هيك؟ لهون؟ لا لهون يبقى على هيك. اوكي بعد؟ عادي. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. بكتب برسم ما تعمل شيء. الفقرة الأخيرة مع أنجو ريحان إلى صحافة بسؤالين أو ثلاثة صحافة لهم حصة معنا بيختموا فيهم، وليلة صحافة كمان منحبه ومنفتخر فيه. علي ياسين مساء الخير. مساء الخير شادي، وبدي أقول لك كمان أنه يعني نحن مننطر هالظهرة الحلوة على تلفزيون لبنان لنتابعها، وأهم شيء الاستمرارية. وبونسوار لأنجو، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا. اهلا اهلا علي. علي مباشره معك الى اول سؤال بتطرحه على انجو ريحان، تفضل. اول سؤال لانجو، انه لا شك انه الاغلبيه اثنوا على ثنائيتها مع الممثل كريم رزق الله بانتي مين. بدي اسالك انجو، هل بتعتقدي انه عم تخلقوا ترند جديده بتكسر الثنائيات التقليديه يلي تعودنا عليها ويلي بتحمل طابع رومانسي؟ حتى يعني بعد في بعض الصفحات على السوشيال ميديا اكدوا انه الثنائيه بينك وبين كريم رزق الله اهم من الثنائيات الاخرى اللي شفناها باعمال ضخمه ثانيه كمان. هل ترند اللي انطلقت كسرت شوي صوره روتينيه عن الحب والغرام والكوبلز، انتم لا هون على صداقه بهالصوره اللي رسمتوها من خلال المسلسل؟ اي اكيد، وحلو انه تتجسد وتبقى، لانه موجودين كثير ثنائيات الحب، ونحن على طول حتى باغانينا وبكل شيء نحن اكثر رايحين باتجاه كنا الحب. بس هلا صار لازم يبلش يبين غير ثنائيات، في علاقات كثير صداقه بين بنات، علاقات صداقه بين شباب، علاقات مشاكل بين الاهل بين الاولاد، كل هيدي القصص صار لازم نبلش النص يجسدها ويخلقها ويفرجيها قدام ويبينها. قدام الرأي العام. سؤال اخر علي تفضل. إذا ما كنتي بمسلسل أنت مين ونعرض عليك نصين، نص الهيب الحصاد بدور سيرين عبد النور، أو خاف أو نص خمسة ونص بدور نادين نتي بنجان، أي نص بتختاري؟ إذا ما كنتي بأنت مين ونعرض عليك نصين، هل واحد منهم هو الهيب الحصاد دور يلي لعبته نجمة سيرين عبد النور، ودور مسلسل خمسة ونص يلي لعبته نجمة نادين نتي بنجان، أي واحد بتختاري؟ لك عن جد، لانه هلا ما اطلعت كثير لانه ما حضرت كثير المسلسل. تبعتي اول شيء حضرتي خمسة ونص والهيبه؟ لا كثير صراحه، لانه عندي ولدين كنت انجو عم بحضر هيدا. بس برجح
اني نقي نص يلي لعبته غادة اللي بالاحرى يلي لعبته كدور غادة، لانه هالقد كنت حاببته هالقد اشتغلت عليه. بس يمكن لو طلعت ما بعرف، يمكن لو طلعت وشفت وحسيت انه هذا النص حاضيف له ايه مش غلط. ليك انجو ما بتجامل، بس لانه عن جد ما حضرت يمكن منا قادره تحكي إيه بالمطلق عن الموضوع. هني اجادوا اكيد بادوارهم يعني، بس بحكي عن شيء اللي انا بعرفه. طبعا. سؤال اخير علي تفضل. السؤال الأخير لأنجو، مؤخراً أكيد مثل ما كل عرفنا أنه أثارت الممثلة رولا شمية جدل بسبب تصريحها، يعني من الواضح أنه في شوية خلافات بينها وبين الممثل عادل كرم. بس في بعض المصادر عم بتقول أنه عادل آخر من برنامجه على حساب ما في مثله، ويلي أنت كمان من عائلة ما في مثله. فأنت شو موقفك من هالموضوع إذا كان صحيح؟ وهل حاولت تدخلي بصلح بينه وبين رولا شمية؟ علي بس بدي اطلب منك، لانه قطع السؤال عنا لنعرف سؤالك انت على المضبوط عمول معروف، ترجع تعيد السؤال لانه ما سمعنا واضح. لكن بظل المشاكل يلي صايره بين الممثله رولا شاميه وكمان الممثل والإعلامي عادل كرم، تفضل كمل من هوني بعد. اوكي عم تسمعني هلا؟ ايه عم نسمع بيرفكت، تفضل. البعض يعني حسب بعض المصادر اكدت لنا انه عادل فضل ينصرف الانتاج على تقديم جزء اخر من برنامجه على حساب ما في مثله يلي بيجمعكم كلكم سوا. فاذا كان مضبوط هذا الحكي، انت شو موقفك من هالموضوع؟ وهل حاولتي تدخلي بالصلح بينه وبين لولا؟ نعم، لكن انجو سؤال هو يعني وصلت اقاويل مثل ما عم بيقول علي طبعا انه عادل البادجت اللي كان بده ينصرف على ما في مثله هو يفضل انه ينصرف على برنامجه لإله لحاله على حساب ما في مثله يلي بيجمعكم كلكم سوا. وهل دخلتي بالصلح او تدخلتي ما بين عادل وما بين رولا بكل المشاحنات اللي عم نسمعها بالاعلام وعلى السوشيال ميديا اليوم؟ مثل ما تفضلت اقاويل. لا ما أنا على علمي وما بفتكر كمان إنه هيدا الشيء مزبوط له علاقة بالبرنامجين، البرنامجين مختلفين كلياً عن بعض، كل واحد له إنتاجه الخاص. لا ما كان هيدا من الأسباب، الأسباب سبق وذكرتها إنه عن جد وصلنا على محل نحن حسينا إنه نحن عم نكرر حالنا، وبذات الوقت كان كل واحد عن جد عباله صار مسافة إنه يشتغل فيها، وهيدا السبب الرئيسي. أي شيء إشاعات طلعت بعدين، وسوء التفاهم يلي صار طلع بعدين. القرار اتخذ تقريبا كنا من سنة الماضية على فكرة، كان عبالنا إنه نعمل ستكم محل ما في مثله، يعني كان هيدا القرار تقريبا من شي سنة اخدين كنا هيدا الشيء، ما رجعت زبطت. بخصوص الصلحة جاوبت عنه، بفتكر هيدا الشيء هني مسؤولين طبعا، يلي هو برجع بعيد إنه ما تدخلتي بهيدا لا. الموضوع لأنه كمان في تفاصيل ما عندك علم فيها وبتفضلي ما تدخلي وما بفوت فيها. إذا حدا إجا طلب مني بشكل مباشر أكيد، بس طالما ما حدا طلب مني وبفتكر كل هيدي القصص هي دخان وبترجع بتروح. لإلك علي، إيه ميرسي بوكو. نعم، يعني علي هيدا جواب أنجو على سؤالك، شكرا لهالمداخلة علي ياسين، وتحية كبيرة لإلك. شادي وشكرا لضيفك، وإن شاء الله ما بننحرم من البسمة اللي دايما بترسم لنا إياها أنجو. إن شاء الله يا رب دايما. شكرا علي لإلك، شكرا. شكرا. هذه هي مداخلتنا مع الصحافة، وما عم نوصل لختام حلقتنا. خلصت؟ أنجو ريحان خلصت. طيب أوكي. شو بتحكي؟ لا لذيذة، بتعرف إنه عن قد ما جرب الواحد يكون عفوي ويقول اللي عليه، بس إنه بالنهاية في قصص بجرب إنه يكون دبلوماسي فيها. طبعا. بس كثير انبسطت. أنا كمان كثير انبسطت فيك. حلوين وهيك، وحلو إنه هيك طلع قصص من الماضي وحطيناها، وإن شاء الله نكون كنا خفاف على أذان وأعين المستمعين. كنت خفيفة ومهضومة وكاريزماتك مثل ما دايما بنعرفك، موفقة إذا وافقت على نصوص أنت إضافة لألهم أكيد، وإذا وافقت على سينما كمان إضافة، وناطرين المسرحية الجديدة ومجدرة حمراء مستمرة، المحضر يحضر على بالتياترو فيردا، تياترو فيردا 01-800-003. روح داروا المسرحية أسبوع إيه أسبوع لا أسبوع على العرض الجاي باثنين آب. نحن حنطلع طبعا، نحن بكون الأسبوع المقبل باثنين آب من بعد عيد الجيش الوطني اللبناني. تحية له أنجو ريحان، بحبك، شكرا لأنه قبلت دعوتي لسهرة عمر، وإن شاء الله دايما نلتقى على الفن الراقي الحلو اللي بيشبهك. أهلا وسهلا. ميرسي كثير لك شادي، كثير انبسطت، ومبروك سلفا لكل العام.
الأعمال اللي جاية، أنت مبدع بهذا المجال وبكل المجالات الباقيين، صدقاً التلقائية، الحكي، عيونك اللي عم بضوء أنت عم تحكي، ميرسي كثير لإلك. شكراً لحضورك، الكلمة الأخيرة لإلك بتكتبي لنا إياها على ليفر دور تبعنا، هيك تبقى معنا للعمر كله مشاهدينا، شكراً لمتابعتكم، الأسبوع المقبل سهرة عمر بحلقة جديدة، الفنان أمير يزبك ضيفي بالأسبوع المقبل، إلى اللقاء.